بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي التلاميذ وعزيزاتي التلميذات، أرحب بكم مرة أخرى في حصة جديدة من حصة التعلم عن بعد التي أشرفت عليها مؤسسة دعاء الديموني. معكم أنا الأستاذة نوال الفارسي، أستاذة مادة اللغة العربية المستوى الأول، في حصة جديدة خاصة بالتربية الإسلامية، مدخل التزكية قرآن كريم. سنتعرف في هذا اليوم على سورة جديدة وهي سورة القدر. إذن أعزائي الصغار، ماذا تعرفون عن ليلة القدر؟ وما اسم الشهر الذي تكون فيه هذه الليلة المباركة؟ إذن لنستمع لهذه السورة ونتعرف على معانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن بعدما استمعنا لتلاوة هذه السورة لنتعرف على معاني آياتها ولماذا أيضا سميت بهذا الاسم. إذن الآية الأولى، إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم في ليلة القدر، وهذه الليلة تكون في شهر رمضان المبارك، في شهر رمضان المبارك. وسميت هذه السورة بالقدر لأن أقدار الناس جميعا تقدر في هذه الليلة، الأرزاق والآجال. مثلا قد يرزق أحد بمولود جديد في السنة المقبلة، أو قد يموت شخص ما في السنة المقبلة أيضا. إذن في ليلة القدر تقدر أقدار الناس جميعا، ومن هنا أخذت هذه السورة اسمها، أي ليلة القدر، من ليلة القدر أخذت هذه السورة اسمها. الآية الثانية، ما أدراك ما ليلة القدر. ما أدراك ما ليلة القدر، الخطاب هنا موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول له الله سبحانه وتعالى، وما أدراك بليلة القدر، هل تعرف عظمة هذه الليلة؟ ويجيب عليه أيضا في الآية الثالثة فيقول له، ليلة القدر خير من ألف شهر، لأن هذه الليلة عظيمة خير من ألف شهر ليس فيه قمر. هذه الليلة عظيمة ومباركة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي في هذه الليلة تتنزل الملائكة وينزل معها أيضا سيدنا جبريل عليه السلام، ينزلون إلى الأرض بأمر من الله سبحانه وتعالى. سلام هي حتى مطلع الفجر، أي هذه الليلة المباركة العظيمة فيها خير وسلام حتى مطلع الفجر، أي في مطلع الفجر تنتهي هذه الليلة المباركة. إذن هذه هي معاني السورة التي سمعتكم إياها قبل قليل، سوف تقومون بحفظها في منازلكم وسوف نستظهرها في الحصة المقبلة إن شاء الله. إذن درسنا اليوم انتهى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سورة اسمها، أي ليلة القدر، من ليلة القدر أخذت هذه السورة اسمها. الآية الثانية، ما أدراك ما ليلة القدر. ما أدراك ما ليلة القدر، الخطاب هنا موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول له الله سبحانه وتعالى، وما أدراك بليلة القدر، هل تعرف عظمة هذه الليلة؟
ويجيب عليه أيضا في الآية الثالثة فيقول له: ليلة القدر خير من ألف شهر، لأن هذه الليلة عظيمة خير من ألف شهر ليس فيه قمر، هذه الليلة عظيمة ومباركة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي في هذه الليلة تتنزل الملائكة وينزل معها أيضا سيدنا جبريل عليه السلام، ينزلون إلى الأرض بأمر من الله سبحانه وتعالى. سلام هي حتى مطلع الفجر، أي هذه الليلة المباركة العظيمة فيها خير وسلام حتى مطلع الفجر، أي في مطلع الفجر تنتهي هذه الليلة المباركة. إذن هذه هي معاني السورة التي سمعتكم إياها قبل قليل، سوف تقومون بحفظها في منازلكم وسوف نستظهرها في الحصة المقبلة إن شاء الله. إذن درسنا اليوم انتهى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.